السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولو أننا لا نبغي أن نتكلم عن أنفسنا كنذكر واحد القصة وقعت لي وأنا طالب في الجامعة سنة أولى جامعة. ما كانش عندي الفلوس وأول مرة غنحصل على الفلوس من غنحصل عليها من المنحة ما عندي التدخل. بعد البكالوريا كتمشي للجامعة كيعطوك منحة أول منحة غناخدها في يدي وغنفرح بها. وقلت يا شديت فلوس والله ما عرفت نحسبها كنحسب ما عرفش شحال 13000 ريال في 3 شهور بات لي كثيرة. اش غندير بيها كنخمم اش غندير بيها. جا وقت صلاة العصر دخلت لواحد الجامعة غنصلي العصر صلينا تقبل الله ديك الساعة عندنا شي 17-18 سنة هو يلا قلنا السلام عليكم السلام عليكم. هو يطلع واحد الرجل داك يبكي قال لي معاونوني راني ما عندي لا زقيق ولا سكر راني فقير راني معدم راه عندي 5 الوليدات وعندي الكرة والماء والضو. وقال واحد الكلام والناس كاين اللي غير كيسلم وكيزيد في حاله وانا كنلور كنشوف الناس ما عطاوش يلا شي 5 ولا 6 عطاو درهمات ولا 10 ريال وبقى في داك الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت بدا على الأقل عندي الوالد والوالدة باقي تلميذ غادي يلقى الماكلة في الدار غنلقى كل شيء موجود راه هما كيصرفوا عليا فاش غندير بهم. كنذكر باقي نقل قضيت 1000 ريال باش نخلص بها لاكارت ديال الطوبيس وديك البقية اللي بقات حتى خرج داك الراجل ونتبعو حتى فات الجامع بقيت تابعو واحد الزنيقة قلت لي الشريف هاك البركة حكتني في يدو وزدت حالي. صاحبي معايا قال لي راه ضحك عليك راه داليك فلوسك. قلت لا لا راه مسكين شتي راه اكثر من فيلم هندي هذا فيلم اكثر من هندي هذا بكانه والناس ما عطاوش. قال لي راه داليك فلوسك. قلت لي الله يربح. دازت واحد 3 ايام غادي لواحد المنطقه اخرى جيت للمدينه القديمه في الدار البيضاء هذا الشيء مشيت لواحد الجامع خرج وقت العصر غنصلي في العصر يلا كندخل كنصلي السلام عليكم السلام عليكم. هو ينوض نفس الرجل ويخوف يقول لهم ايها الاحباب راني فقير راني ما عنديش راني ولادي ما عندهم ما ياكلوا لا دقيق لا سكر لا والو. وانا نتعجب صاحبي ويقول لي الم اخبرك السيد راه هذه حرفته. قلت اعوذ بالله ودبر راسو حنا ما عطيتهاش لي هوايا انا عطيتها لله الذي قال لنا هكذا. هذيك 13000 ريال كنعقل كانت سببا في رزق وفير وعظيم. بعد استكمال الدراسه الاجازه وكانت عندنا واحد الدراسه جامعيه عليا وكان هناك في الجامعة كنا ما يزيد عن 4000 طالب. هم يقولوا لنا كاينه منحة واحدة ديال تروازيام سيكل اللي بغى يقرأ إما داخل الوطن وإما خارج أرض الوطن. وجاو مجموعة ديال المداخلات شكون اللي غياخذ ديك المنحة وهي منحة ضخمة. والناس كيتخاربوا عليها باش ياخذوها. والله كنت في بيتي جالس ويلا خذينا الإجازة حتى كيجيني الحارس تاع الكلية. كيجيب لي ديك الساعه ما كانش البورطابل ما كانش التليفون قليل غير النقال غير الثابت. عطاني استدعاء قال لي جي للكليه. جيت مخلوع قلت ياك ما وقيل ما نجحش. مشيت لعندهم نشوف انا خديت الشهاده فكيقول لي لقد تم اختيارك باش تاخذ هذه المنحه. باقي كنذكر كاع صحابي كلهم قالوا لي شكون اللي وقف معك شكون اللي وقف معك حتى خديتي هذه المنحه وهي منحه ضخمه ومنحه مباركه ومنحة استمرت سنوات تكمل الدراسة على خاطرك. كنذكر 5 أو 6 سنوات هي معايا حتى وليت بحال موظف وانا طالب. كيقول لي شكون اللي وقف معاك؟ واش كتعرف شي وزير؟ واش كتعرف شي سفير؟ واش حنا ولاد الفقراء ولاد الفقراء فقط. قلت له والله ما كنعرف شي حاجة. ملي فكرت لقيت هذاك ذاك الصدقة ذاك المنحة أول منحة حصلت عليها عطيتها صدقة ربي عز وجل جاءنا بخيرات وبركات
لا تعد ولا تحصى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.